اهلا بكم من جديد. عايز اقول لحضراتكم انا هنتقل من الاهلي للزمالك، بس قبل ما ادخل في الاخبار السريعه بتاعه نادي الزمالك، المستشار حازم ابو هاشم تولى رسميا رئاسه مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري في مهمه صعبه جدا، يمكن شهور قليله جدا لغايه 30 سبتمبر عشان يدعو لانتخابات جديده. والحقيقه مصطدم ان في بعض اللاعبين خلاص وقعوا بالفعل لانديه اخرى، منها الهاني سليمان قائد الاتحاد السكندري واللي اعترف رسميا بالتوقيع للنادي الاهلي لمده 5 سنوات. خلوني اهني، مش عارف اهنيه ولا اقول له يعني ربنا يكون في عونك. سياده المستشار مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. مش عارف انا اهني حضرتك ولا اقول لك الله يكون في عونك، مش عارف المواقف دي بيقولوا ايه الحقيقه. يقولوا الاثنين مبروك والله يكون في عونك او قلوبنا معاك والكلام ده. ربنا يخليك يا كابتن محمد. سياده المستشار، اكيد حضرتك جاي وفي ملفات كتيره صعبه داخل الاتحاد السكندري، وكان في غضب شديد من الجماهير سواء لسوء نتائج فريق الكوره، الازمات الماديه اللي بيمر بها النادي، مشكله ملعب النادي، بعض اللاعبين اعترفوا بالتوقيع لانديه اخرى، منهم الحارس الاساسي الهاني سليمان واللي اعترف بالتوقيع رسمي للنادي الاهلي لمده 5 سنوات. أعرف تعليق حضرتك سريعا على هذه الملفات الصعبة. بص يا كابتن محمد، نعم. طبعا أنا داخل نادي الاتحاد، نعم، مهمة صعبة جدا، نعم. كلكم عارفين الموقف الفريق فيه، نعم، الملفات الكتير اللي موجودة في النادي، ولكن إن شاء الله وبعون شعب اسكندرية ومحبين اسكندرية والناس في اسكندريه ان انا اقدر اعوم المركب، لان المركب شحطه جامد جامد جامد. خد بالك ان جمهور الكوره مش هيفرق معاه لو تحسنت النتائج، يعني حتى لو مين مشي من الفريق بس النتائج اتحسنت، جمهور الكوره دايما النتائج هي اللي بتوجهه يعني في الكوره بشكل عام يعني. تمام. بس حضرتك عارف برضو الموقف اللي الفريق فيه، فان شاء الله عايز اقول لحضرتك انتوا في المركز قبل الاخير في المجموعه الثانيه 6 نقط بس من يمكن ربنا معانا ان شاء الله. مباريات. ان شاء الله ربنا معانا. الولاد النهارده انا كنت معاهم، نعم، يعني ربنا يكرمهم لو روحهم اللي هم اتكلموا بيها معايا النهارده لعبوا بيها، اعتقد يعني ان الوضع هيتغير كتير. طب انت اكيد حضرتك جيت استلمت النادي لقيت على طول ملفات كتير، يعني في اكيد مستحقات متاخره للاعبين كلموك فيها النهارده مؤكد يعني؟ لا، الحقيقه اللعيبه كانوا اكتر من محترمين، لم يتحدث معايا لعيب واحد منهم في اي حاجه. تمام. انا اللي اثرت موضوع المستحقات الماليه بتاعتهم، نعم، وقلت لهم هدرسها وهشوف هقدر ايه اللي هقدر اوفيه لكم. نعم. الحقيقه لا، اللعيبه النهارده كانت معايا روحها كانت عاليه جدا، ادوني امل كبير جدا ان انا يعني فرصتي كبيره جدا 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 للنجاح. سياده المستشار، حضرتك اعلنت ان انت لن تخوض الانتخابات المقبله، وده بعدها للمره المليون انني لن اخوض اي انتخابات في نادي الاتحاد، ولكنني ابن محب تاريخ عيلتي كله في نادي الاتحاد، وانا قابلت هذه المهمه الصعبه تقليدا لاسم عيلتي في نادي الاتحاد، وان شاء الله ربنا هيقدرني. طب النهارده الهاني سليمان عرفنا انه خلاص يعني هو اعترف حتى رسمي انه مشي وقع للاهلي 5 سنوات، حضرتك على علم بذلك؟ لا، الحقيقه انا ما عنديش علم، انما طبعا الهاني ابن النادي والهاني هو عارف مصلحته اكتر مني. صحيح اذا كان مضى للنادي الاهلي او زي ما قال حضرتك بتقول اعترف، نعم، يبقى ده لما نص يعني انا ما فيش حاجه في ايدي ممكن اعملها. اللعيب وقع، لما اشوفه يعني قد يكون هناك امور اخرى لو ربنا اكرمني. نعم. سياده المستشار، حضرتك استلمت النادي لسه امبارح مش كده؟ النهارده فندم. النهارده اطلعت، بدات تطلع وتعرف حضرتك احوال النادي ماشيه ازاي؟ الحقيقه على بعض الملفات. طب ما هو الخطا اللي كان موجود البارز داخل نادي الاتحاد؟ لا بص، عايز اقول لحضرتك على حاجه. نعم. جميع رؤساء الانديه السابقين، وانا عملت مع الدكتور عرفت في المجلس المؤقت، نعم، وانا مش جاي ادور على اخطاء ولا جاي اشوف ايه اللي غلط ولا ايه اللي صح. الغلط يعني هو الهدف التصويب يعني الخطا حتى عشان نعرفه نصوب. لا بص، عايز اقول لك على حاجه. نعم. كابتن محمد، انا، نعم، جاي داخل، نعم، ربنا ان شاء الله ومساعده رؤساء الانديه، نعم، السابقين محمد بن صبحي عرفت السادات، الاثنين اعتقد ان هم
مش هيبخلوا عليا لو انا عصت مشورتهم في اي حاجه. النهارده الدكتور عفت كان اول اتنين مهنيني بقبول المنصب او بتعييني هذا المنصب. نعم. كان محمد مصبحي وعفت السادات. نعم. والاتنين طبعا يعني محمد اخويا ومتربي معايا. الدكتور عفت انا عملت معاه في المجلس المؤقت. نعم. الراجل النهارده قال لي اي ملفات غامضه، اي حاجه عايز تستوضح بالنسبه لها، اي حاجه تحتاجني فيها انا تحت امرك. نعم. الراجل ابدا كل يعني روح طيبه بالنسبه لي انا حضرتك. نعم. فانا يعني انا داخل ربنا يقدرني، بس لان فعلا في ملفات كتيره جدا وكلها ملفات كل واحد اصعب من الثاني. احنا النادي الاتحاد نادي عزيز علينا كلنا ونادي جماهيري مهم في مصر، ونتمنى لك التوفيق يا سياده المستشار انت ومجلسك بالكامل في هذه الفتره الصعبه والوجيزه ايضا والوقت الضيق. اشكرك شكرا جزيلا يا فندم. اشكرك المستشار حازم ابو هاشم رئيس نادي الاتحاد السكندري الجديد والذي عين امس فقط.